السلام عليكم، معكم الشاف صلاح الباتني. إذا عجبتكم قناتي ما عليكم إلا ديروا اشتراك ولا أبوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. وإذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم ما عليكم إلا تكثروني من لي جام وتكومنتيو لي أسفل لا فيديو. اليوم راح ندير لكم وصفة تاع رولي بسكالوب واللحم المفروم. درت البارح استفتاء في القناة نتاعي وكانت نسبة النسبة الكبيرة تاع التصويت كانت على رولي باللحم والسكالوب. حبيت نشاركها معكم. خلينا نمروا طريقة التحضير وما هي المقادير اللي نحتاجوها في هذه الوصفة. بداية كما نعرفوا حنايا الرولي تاعنا راح يحتاج نرافقه بصوص بيضاء، ولكن انا مانيش راح نصورها لكم لانه عندي وصفة من قبل تاع الصوص البيضاء باش ما يكونش الفيديو شوية كبير، راح نعطيها لكم في نهاية الفيديو، يعني شوية هكا برك نبين لكم واش درت فيها واش ما درتش فيها. دوكا راح نبداو في تحضير الرولي تاعنا. لهنا واش عندي؟ بداية عندي لهنا حوالي 500 غرام تاع سكالوب. اللي ما عندهاش تقدر تستعمل صدر الدجاج، ماشي مشكل. راح نجيب روبو كيما هذا ونقطع السكالوب تاعي الى يعني قطع صغيرة بهذا الشكل ونحطها في الروبو بهذا الشكل ونرحيها شوية الساحية الأولى وحدها، ومن بعدها راح نزيد نضيف لها حوايج. إذا أنا رحيته كما راكم تشوفوا، ولكن يعني رحوة صغيرة برك. راح نزيد نضيف لها الحوايج والمقادير اللي نحتاجهم في سكالوب كطبقة أولى. راح ندير شوية ملح، ما تكثروش، شوية ملح. نزيد لها شوية نتاع كمون أيضا ما نكثروش. نزيد لها كسبر وراح نزيد نضيف لها شوية نتاع فلفل الكحل أو فلفل أسود. هذا بالنسبة للتوابل. راح نزيد نضيف لها عفوا شوية نتاع فرماج، ما تكثروش بزاف بهذا الشكل. ايضا المعدنوس، وعندي لهنا لاكرام فراش راح نضيفها. لاكرام فراش اذا مش موجوده مش مشكل هكا. نزيد لها زوج سنات تاع ثوم، هذا يعني في طبقة نتاع سكالوب. مازال نزيد نداوي اللحم المفروم. دوكا انا هذا المكونات هذو كامل راح نزيد نخلطهم مليح ونرجع لكم. اذا كما راكم تشوفوا سكالوب تاعي راهو تخلط كامل مع المكونات تاعو. راح نحطه على جهة ونزيد نغسل الروبو تاعي وراح نزيد ندير الطبقة الثانية اللي هي تاع اللحم المفروم. دوكا راح نمر للطبقة الثانية اللي هي اللحم المفروم. ايضا حاولوا قدر المستطاع انها تكون نفس الكمية تاع السكالوب. انا راهي شوية ناقصة على السكالوب ولكن مش ممكن، مش مشكل عفوا. مش راح نزيد في اللحم، يعني كيفاش راح نداوي اللحم راهو طريقة يعني مختلفة على السكالوب. لهنا حوالي 3 سنات كما راكم تشوفوا السنة كبيرة. ما نعرفوا حنا اللحم المفروم يشتيه الثوم، يعطيه ذوق رائع. وراح ندير له التوابل عادي، نزيد له المعدنوس ايضا كمية تكون لبس بها هذا الشكل. نزيد شوية كسبر أيضا الكمون، يعني كيف كيف من جهة التوابل. نزيد نملح شوية ملح وراح نزيد لها فلفل أسود في الأخير. وهنا راح نضيف تابل آخر اللي هو الكركم، راح يزيد يضيف لها نكهة
ايضا اذا حبيتوا تزيدوا في سكالوب مش مشكل. ونخلط كامل المكونات. انا اللي هنا ما درتش الفرماج وما درتش لاكريم فريش. كما قلت لكم لاكريم فريش اذا مش موجوده مش مشكل، فرماج برك ديروا حبه بورسيون نورمال مش مشكل. دوكا راح نخلطهم ونرجع لكم. لهنا راني نسيت البيضه، بما انه انا درت لاكريم فريش في السكالوب ما كان له ندير البيض، ولكن في اللحم المفروم لازم نديروا البيضه باش تعطينا شويه طراوه. بعد ما زدت خلطت اللحم المفروم شوفوا كيفاش تحصلت عليه. دوكا واش راح ندير؟ راح نحيه منا ومن بعد راح نتلاقاو كيفاش راح نشكلوا الرولي تاعنا. راح نبداو في التشكيل نتاع الرولي تاعنا. ما نعرف اذا راهو يبان لكم هذا، تكون الصوره واضحه راهو باين لكم لهنا. انا لهنا راني غلفت البلون دو طرافاي تاعي بال البابي فيلم. واش راح ندير؟ راح ندير الطبقه الاولى ونحاول نعدلها بيدي بهذا الشكل. كما راكم تلاحظوا شوفوا كيفاش سطحت الطبقه الاولى، يعني خدمتها مليح، حاولت نفتحها على مستطيل بهذا الشكل. دوكا الطبقه الثانيه راح نزيد نفتحها في جهه اخرى ونجي نعطي لكم كيفاش راح نحطها على اللحم. انا برك راح نفهمكم، راح نجيب البابي فيلم، راح ندير طبقه من تحت البابي فيلم ونزيد نسطح السكالوب تاعي ونزيد ندلو من الفوق باش نقدر نمشيه، ومن بعد نحي الورق. راح نعطي لكم كيفاش راح نخدمها. دركا راح ندير الطبقه الثانيه. كما راكم تشوفوا راني درت البابي فيلم من تحت ومن الفوق باش تصلح لي، يعني راهي فيها شويه خدمه. نحيوها غير بالعقل هكا هذا الشكل، ونحاول نقلبها على الوجه الاخر. بسم الله هذا الشكل، طريقه سهله. لهنا انا راني ما حطيتهاش مليح، نعاود نحي هذه الاطراف منها ونعاود نعدلها من الجهه الاخرى، يعني بهذا الشكل. طريقه سهله فيها شويه خدمه، ولكن حاولوا ديروا شويه زيت في يديكم وتخدموا. اذا كما راكم تلاحظوا انا راني عدلتها مليح. عندي لهنا الفرماج استعملت شاف، نقطع هذا الطرف على ثلاثه هذا الشكل، ونزيد هنايا هذا الشكل، وراح نحطهم هنايا. طريقه سهله وبسيطه. لهنا الفراغات هذو انا الفرماج راهو خلاص، اللي راح نعمرو فرماج اخر. اذا كما راكم تشوفوا حطيت الفرماج. دوكا راح نحاول نبدا نرولي في الرولي تاعي. بسم الله كما راكم تشوفوا، ونحي من هذه الجهه ونزيد ندور هذا الشكل هكا، يعني ونخدم حتى نوصل نهايه هذا الرولي. طريقه سهله بسيطه جدا. نزيد يعني هذا الفيلم هذا نخليه باش نقدر نعدلها مليح، ونحاول الرولي على الجوانب هكا باش يتغلق لي منا ومنا بهذا الشكل، وراح نعدلها هكا كما راكم تشوفوا. نزيد نغلق مليح، لازم نغلقها مليح باش ما تفتحليش لداخل. انا هذا البابي راح نطيبو فيها، راح نزيد نجيب الالومنيوم لانه راح نطيبها الساع في الفرن، ومن بعد راح نزيد نقليها في المقلة هذا الشكل. كما قلت لكم راح نجيب الالومنيوم هذا الشكل، حطوا على جهة، حطوا في الأرضية، ونهز اللحم تاعي. كما قلت لكم غلقوها مليح منا بأحكام
هكا وراح نزيدو نغلقوها من هنا. تقدروا تزيدوا ديروا بين البابي فيلم بابي الومنيوم، تزيدوا تستعملوا البابي دو كويسون يكون احسن، ولكن انا البابي دو كويسون ما عنديش، راح نديرها غير هكا ونحطها في الفرن. الفرن تاعي راني شعلته على 180 درجه، نخليها تطيب حوالي 45 دقيقه، يعني من نصف ساعه ل 45 دقيقه ونرجع لكم. دركا بعد ما طاب لي، يعني خليته حوالي 45 دقيقه في الفرن كما راكم تشوفوا، يعني راه طلق لي شويه الماء. انا برك راح نعطيكم واحد النصيحه لهنا، كما راكم تشوفوا راه طلق الماء تاعو، وكما نعرفوا حنايا لازم نقليوه. راح نحاول لانه الكميه شويه كبيره ماشي راح تجيني كامل في البلاطو، نقطعها وكا راح نحاول نقطعه في النص باش نقدر نحطه في المقله، لانه المقله ما تتساش، ما عندهاش الاتساع الكامل باش تتحمل هذا الطول هذا كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش جا من الداخل، جا ما شاء الله. دركا واش راح ندير، راح نقليهم نحمرهم في الزيت ونرجع لكم. كما راكم تشوفوا لهنا دركا راني نحمر فيه بهذا الشكل، هذه من كامل الجهات. نزيد الكميه الاولى ونزيد الكميه الثانيه بعد ما يتخلى لي الجولي تاعي، راح نتلاقاو ان شاء الله باش راح نحطو في صحن التقديم. بعد ما قليت الرولي تاعي راح نبدا نديرو دي ترونش. بسم الله، شوفوا كيفاش جا من الداخل، جا ما شاء الله. نزيد يعني بنفس الطريقه، حاولوا نتوما تخليوه يبرد، لانه كل ما يبرد راح يزيد الفرماج تاعو يحكم روحو مليح. اذا كما راكم تشوفوا بعد ما قطعتهم، شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله، راهم طابوا بهذا الشكل. دوكا واش راح ندير، راح نمر لطريقه تزيين البلا تاعي. اذا بعد ما حطيته في البلا كما راكم تشوفوا، دوكا واش راح ندير، راح نجيب البطاطا قليتها وراح ندريسي بها لو بلاطو تاعي كما راكم تشوفوا، ندورها على كامل البلاطو. لاصوص تاعي كما قلت لكم، انا لاصوص نخدمها نص حبه بصله، زوج سنات ثوم، شويه معدنوس، فلفل الكحل، وشويه نتاع كسبر، وندير لها الكركم باش تعطيني ذوق بنين ولون رائع. درت لها الزيتون بعد بطبيعه الحال بعد ما غليته، وشويه اطراف تاع سكالوب، وحطيتهم تقلاو مليح. كما دائما نقول لكم باللي الاساس تاع الحاجه باش تجي بنينه، الوصفه تجي بنينه، لازم تقليو اللحم تاعكم مليح، يدخل فيه مليح هذاك القليان، ومن بعد باش تمرقوا بالماء السخون. كما نعرفوا حنا اللحم لازم نلوحوا عليه الماء السخون باش ما يتحرقناش، او عفوا يعني باش ما ييبسش. هذه هي. دوكا واش راح نزيد ندير، كما لهنا انا هاد المرقه، هاد المرقه بعد ما طيبت اللحم تاعي يعني طلقت هاد الماء تاعها، راح نشربها بها هكا باش ما يجينيش ناشف، لانه كما نعرفوا حنا السكالوب راهو ينشف بهذا الشكل. ونزيد عندي درت ليبولات، هادو راح ندريسي بهم البلا تاعي ايضا كما راكم تشوفوا. دوكا كما قلت لكم ندير الزيتون وحده، نحطو هكا من الفوق بهذا الشكل، حاولوا عفوا يعني مازالت شويه سخونه، وندير لها شويه لاصوص من الفوق ايضا. هذا هو طبق تاع نهار اليوم،
ان شاء الله يكون نال اعجابكم وكنت في المستوى. نتمنى تجربوه، ما بقى لي الا نقول لكم تاكلوه بالصحه والراحه. نتلاقاو ان شاء الله في عدد اخر. سلام.